قبائل سيناء واضح انها يعني اجتمعت، وعلى اليوم السابع خرجت هذه الرساله من قبائل سيناء الى الدوله المصريه، تقول ان المقاومه الشعبيه في سيناء تقوم بمسانده دولتها كما ساندتها في الماضي، وتدافع عنها بدمائها كما دافعت عنها من قبل. هذه رسالة القبائل المصرية أو عفوا القبائل السينوية للدولة المصرية كما نقلتها على عهدة جريدة اليوم السابع.